حواري خفيف مواضيع انت خطيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف الحب ناداني ناداني جابني ووداني ووداني وحلو زماني حلو زماني واخضب من زماني وحلو زماني ما قدرتش احوشه ما قدرتش احوشه وان شفت خياله ايه شفت خياله بياخدني جماله بياخدني جماله حلاوه دي يا اولاد يا رب تتبسطوا عندنا النهارده في أربعة شارع شريف وعندنا النهارده في الريستوران اكل حلو قوي قوي وشيف يوسف منور اهلا هاي جوي حبيب قلبي واتس اب مان النهارده فرنش فرنش اوه كوم فاتو بيان سور بيان سور تري بون مانيفيك مانيفيك فعلا عامل ايه بقى بالمناسبه دي عاملين بط بصوص البرتقال ده كالورانج وعاملين فرنش اونيون سوب شوربه بصل وعاملين خضار بالطريقه الفرنساوي اسمه راتاتوي راتاتوي بس البط بالفرنساوي اسمه دك اسمه كنار كنار سي لا دانس دي كنار وي هلعبها لك في الفقره طيب بعد ما نخلص مع يوسف اكرم عندنا النهارده في فقره الورشه حاجات حلوه قوي قوي بزياده ومشرفانا النهارده ومنورانا استاذه رانيا احمد مؤسسه مشروع تايت هاند ميد برودكتس انا مش بنطقه صح بس هي هتقول لنا الصح دلوقتي بس خلينا نرحب بيها الاول اهلا وسهلا
منورة مشتي جدا. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله حلو؟ كله تمام. هو إيه اسمه ايه اللي... تايتس. تايتس يعني ايه؟ تايتس هو اسم فرعوني. تايت. اوكي. اسم تايت اسم فرعوني، هو اسم بيعود على آلهة النسيج عند المصريين القدماء. اوكي. وده هنعرف ليه هو ليه علاقة بالمصريين القدماء بقى لما نيجي نتكلم. اهلا بيكي. منورانا ومشرفانا. فرصة سعيدة بيكي. اهلا وسهلا. بعد كده بقى نتكلم عن تساقط الشعر وازاي نعالج تساقط الشعر بالماسكات الطبيعية. ما دام قلنا ماسكات طبيعية وتساقط شعري يبقى اكيد واحدة من سكاننا مشرفانا النهارده ومنورانا ميرا شريف. اهلا وسهلا بيكي. ازيك يا ميرا؟ ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ حلوه. كله حلو؟ تمام. تساقط الشعر مشاكله كتير. وفي اخر الصيف بقى وداخلين على الخريف. هيقع اكتر. بوظوا شعر. هيقع. 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 هنتكلم عن ايه النهارده؟ اسباب التساقط ايه ومشاكله وهنعالجه ازاي؟ منورانا. بنورك. اهلا وسهلا بيكي. النهارده كمان مزازيكي منورنا، والنهارده لاول مره بيشرفنا وينورنا المطرب استاذ محمد نعمان، بحييهم. اهلا وسهلا. ازيك يا نعمان؟ الحمد لله بخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا عارف ان انت جاينا من اخر الدنيا. اكيد. منين؟ المحله ان شاء الله. اهلا بيك واهل المحله، شرفت ونورت. طب احنا بدانا يومنا النهارده باغنيه الاستاذ حكيم. سمعت دلوقتي ان انت هتغني اغنيه فولكلوريه. مظبوط؟ مظبوط. يلا اللي هي بتناديني تاني ليه؟ بتناديني تاني ليه؟ ماشي. نسمعها بعد كده. سوا بقى. اهلا وسهلا. نسمعها بعد كده. ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في الريستوران مع شيف يوسف. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا. بتناديني تاني ليه؟ انت عايزة مني ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ انت عايزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي غيري، ما انت خلاص حبيتي غيري. روحي للي حبيتي، روحي للي حبيتي. انسى غدرك والقاسية ولا حب اللي راح ضحية؟ انسى غدرك والقاسية ولا حب اللي راح ضحية؟ ولا الغريب اللي بدي بيها عليا؟ ولا الشوال اللي حبيتيها عليا؟ روحي للي حبيتي، روحي للي حبيتي. تاني ليه؟ انت عايزة مني ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ انت عايزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي غيري، ما انت خلاص حبيتي غيري. روحي للي حبيتي، روحي للي حبيتي. اوبا امشي من هنا يا بيت. امشي. اربعة شارع شريف. اربعة شارع شريف. اربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية. أي حد عنده سؤال، استفسار، أي حاجة يحب يشارك بيها معانا، خدوا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف، واطلبوا كل اللي انتوا عايزينه. ممكن كمان تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام شريف مدكور تي في. عندنا النهارده أكل فرنسي، والفرنساويين بياكلوا أكل دسم جدا بس ما بيتخنوش. في الغالب إنهم بيقعدوا ياكلوا بشويش ببطء فظيع، بيمضغوا الأكل كويس قوي، وهم من الشعوب اللي بتمشي كتير فبتحرق كتير،
فعشان كده ما بيتخانقوش. سمباتيك. موافقك 100% على اللي انت بتقوله. صح. بيقعدوا 3 ساعات يتغدوا. اه ده هم. ويقعدوا بقى ايه حي. انا ما اعرفش كده. احنا يلا اظبط يلا يا عم. احنا لسه هنقعد نقطع ون وبيمشوا كتير جدا بقى. وبيمشوا كتير. تلاقي دايما عندهم السمنه كبيره. ده حقيقي. الله اكبر. ايه بقى الحاجات دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي شوربة بصل بس بتتقدم في أيوة. طبق عيش. أيوة. بدل ما في محل بحب في محل بالظبط كده. انت عارف انا بتارجت المحلات دي عشان اعمل اللي بالبي. ايوه اللي بالبي. بس انت شكلك عامل احسن منهم. اكشولي يعني طعمها هايل. يعني مش بشكر في نفسي بس. لا وانت اكلك حلو قوي. وايه ده؟ ده صدور بط بصوص البرتقال. ده صدر بطه مخلي. وايه ده البتاع ده؟ اسبارجس. يعني ايه؟ خضار اسمه اسبارجس. كويس قوي للمناعه برضه. ايوه بس العربي اسمه ايه؟ هو اسمه اسبارجس عارف. يعني الواحد الخضري يقول له عندي عايز اسبارجس. والله وده ايه؟ دي بقى زي اليخني بتاعنا بس هي فكرتها ان هي بس هي فكرتها ان هي كلها كل انواع الخضار بتترتب زي بشكل دائري كده وتحط في صوص طماطم وتخش الفرن. لا فيري نايس. ايوه ده اسمه ايه؟ اسبارجس. ما اعرفش اسمه. هو بيتباع بالواحده ولا بالكيلو؟ لا بيتباع بال زي الحزمه كده بانش. بس هو غالي شويه. ماشي. وده ايه ده؟ دي بطاطس. ودي جبتها منين كده؟ لا انا اللي عاملها. ودي ازاي كور صغيره كده؟ معلقه الايس كريم بالظبط كده بس واحده صغيره شويه. ماشي يا اخويا. قول لنا بقى المقادير. نبتدي المقادير. هتبتدي بايه الاول اصلا؟ بط بصوص برتقال وهنعمل معاها برضو الراتاتو. يلا. هنحتاج صدر بط مخلي بس بالجلد بتاعه، 3 معالق زبده، معلقتين زيت، 2 معلقه ملح خشن، فص ثوم صحيح، والصوص بتاعنا هنحتاج برتقانه واحده، هناخد عصيرها وهناخد البشره بتاعتها، وهنحتاج نص بصله مفرومه، معلقه دقيق، معلقه عسل، معلقه خل عنب، معلقه سكر، فلفل اسود، مرقه، وعصير ليمون. اوكي. معقده شويه. نبتدي. شكلي كده لازم اساعده. انت لازم هتساعدني بس اول حاجه هحتاجها منك. انا بكره البط. هو بص الصدر بيبقى عامل زي اللحمه شويه. لا زي لا الستيك شويه. هو ليه مزاجه. انا اول حاجه هعملها هفتح بس ايه فتحات صغيره في الجلد. طب نشرحه. ايوه كده. واهم حاجه ان انا ما اخشش باللحمه. عشان الجلد بس. الجلد ده هو اللي هتحطه على اي في دي فص اي بعد اذنك الصغيره دي. احط فص ثوم. مش صغيره دي؟ لا 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 مش صغيره خالص. وزبده طبعا. هنحطه على الجلد صح؟ في حاجه بقى انا بحب اعملها قوي، لازم احط ملح خشن كتير من بره واسيبها ربع ساعة في الروم تمبرتشر عشان كل ما نشفت هتديني طبقة من بره او كراست احلى. نسيت اجيب الكمامة بتاعتي. هطلع للفرقة ازاي دلوقتي انا فوق من غير كمامة؟ انا احطها. أيوة. مش على الجلدة؟ لا على الوش الاول. على الجلدة يعني. 6 دقايق على الجلد، 4 دقايق على الظهر لو عايزينها ميديوم. لو عايزينها بعد الميديوم بقى نزود في الوقت براحتك. لا يا جواري خلاص هقضي الاغنيه تحت هنا وخلاص مش مهم. نسيبها بقى. ممكن بقى نبتدي ايه؟ نسيبها بقى. قد ايه؟ ما قلنا 6 دقايق و4 دقايق حسب السوا بتاعنا. وبعدين هنعمل ايه؟ هنبتدي بقى دلوقتي في الصوص بتاعها. انت مشغل الشفاط ولا ايه؟ دخانها جامد. عشان التكييف. انا مش مولع على الاخر كده. اهو الصوص بتاعنا بقى كده حلو. زبده برده مع الزيت. كده احسن بكتير. بصلايه مفرومه. ممكن كدا. حضرتك تقلب لي. طلباته كتير. طلباته كتير. مفروض ان انا بستنى شويه وبعدين بحط معلقه سكر بس احنا عشان تو سيف تايم
انا بحط معلقه يعني سكر عشان يعني في الوقت سوري حط معلقه سكر عشان يكرمل بعدين اقلب البطه لا لسه هو انا اقلبها انا ماشي اوكي ممكن بقى اقول بس مقادير الراتاتوي عشان هنبتدي في الصوص بتاعه يلا مقادير التورلي التورلي فرنساوي التورلي فرنساوي يلا ربع كيلو كوسه ربع كيلو بتنجان ربع كيلو طماطم ربع كيلو بصل ربع كيلو بطاطس ربع فلفل الوان جديدة. نص كوبايه صلصه نص كوبايه عصير طماطم زعتر ريحان معلقه ثوم مفروم جوهري ممكن نبتدي جوهري جاب لي كمامه ماشي سي جو جو الزبده خلاص كده لازم تتقلب فات الست دقايق اهي بيرفكت اهو ده بقى اللون ده كده مثالي هاتوا اللون المثالي اهو بصوا ده كده بيرفكت ايه بقى بعدين هبتدي بقى اعمل الصوص بتاعي بتاع الخضار هاخد الصلصه الطماطم دي الصلصه والطماطم المعصوره الاثنين مع بعض بعدين هات فوق فوق ماشي اوكي بقى كده عملنا ايه؟ لسه بقى هحط لها الريحان هو ده صلصه يعني؟ دي الصلصه اللي هيستوي فيها الخضار ماشي وتوم واستأذنك نقلب تقليبه حلوه ونغطيها نقلب ايه؟ دي ماشي وغطيها جيب لك ال لا ام جود خلاص كلم لغات هنا بقى دلوقتي الصوص دي خطوه معقده شويه ايه بقى؟ هنحط ده صوص البطه هنحط معلقه عسل احنا حطينا ايه في الاول؟ احنا حطينا ممكن ننزل العسل حطينا البصل وعليه معلقه سكر عشان يكرمل بس كده بعدين بحط عسل ابيض بعدين بحط خل تفاح يلا معلقه واحده بس خل التفاح ممكن نعمل الفراخ بنفس الطريقه دي عادي بعدين هحط بقى عصير البرتقال وبشره البرتقال برضو واحده ورق لورد عايز اتقل بقى الصوص ده اختياري ان انا احط دقيق او لا دي حاجه بتاعتي لا حط حط ده يخش الفرن لا لا يعني كدا. البطه كده استوت ده بيتحط عليه في الاخر كده بقى انا بسيبه يسمر او يستوي شويه مين هو ايه يسمر يعني يستوي هزود بمرقه فراخ عشان اكيد مفيش مرقه بط في اروما صح ايوه ايه ده صح لا لا, لا. دي خلاص كده يا معايا شيف اصله عامل زيك كده شريف شريف عفيف حبيبي اكتشفته وبعدين ايه بقى عنده دلوقتي برنامج بتاعه خاص بيه على قناه النهار انا عارف ان انت مطلع ناس كتير اصلا انا عارف يا شريف يا عفيفي اي ميس يو كده ده مفروض يقول لك على الصوص ايه احنا بنقول صوص ايه يقول لك صص صص وعلمني بقى اروما والايه والزن زست وفريجرنت وكل الحاجات دي حاجه غريبه جدا هنحط ايه على ايه بقى؟ دي خلاص احنا بقى هنسيب الصوص ده شويه وبعدين ما هنحطه على البقى طب هتعمل ايه؟ دلوقتي بقى هنبتدي بقى ايه في الخضار يلا بقى هحتاج بس صينيه اعمل فيها وما حضرتوهاش ليه؟ فادي فين يا فادي انا طلبتها منك يا فادي ايه الحق يا فادي دبسك عايز صينيه ايه فايركس ولا ايه حاجه زي دي كده اهو بيقول لك في الرف اللي تحت المعجنات حاطط لك بص كام واحده ايوه زي الفل اهو دول اتنين عايز اي واحده دي كويس خد دبسك يا فادي باعك فادي ما اقول بعدين يلا عشان الصوص واحطه هنا احط الصوص ده بس كده اهو ممكن الصوص استوى ابعد بس عشان الهدوء لا اتس اوكي اهو تعالى بقى معايا
محتاج منك حاجه لطيفه جدا. حاضر. ايه؟ هناخد واحده واحده بقى. امروز امروز يا لهوي. واحده احنا هنعمل كده اهو زي ما انا بعمل. شايف انا بعمل ايه؟ اه مش عارف اعمل كده. خلاص انا هعملها. لا ما عنديش خلق. شايف انا بعمل ايه؟ لو كبيره بنزلها تحت شويه. انت بتهزر بتتكلم بجد؟ انا عملت دي كلها. اه طبعا ما هي دي الفكره. يا زبرك ما انا بحبك الطف. طب اقعد انت روست براحتك. وبعدين بس بتخش البور. اه تقعد ساعه الا ربع. اه وبعدين تخرج. طيب انت بقى قبل ما ترش دول هنحط ايه مين على ايه؟ هتحط الصوص ده على البط. احط دي هنا اهو؟ لا احنا يعني بص زي ما انا كنت عامل. بصوصها؟ لا انا دي بطلعها بره. اه وبعدين بحط الصوص من فوق عليها. اه حبه حبه؟ اه يعني انت عايز صينيه جديده. ماشي. اه طبق جديد. استنى بقى. يعني احنا كده على الغرف؟ اه كده على الغرف. اه ماشي. معلش بقى يا جوهري مش عارف انت هتلاحق على مين ولا على مين يا حبيبي. هنطلع دي كده اهو. ما تخشش الفرن ولا حاجه؟ لا دخلها الفرن كده تاخد. عايز بقى على فكره ما مش هتقول لا بالعكس. انا شايف كده برضه. دخلها كده تاخد ايه؟ وبعدين يا ولاد قال لك ايه؟ لان احنا كده كده هندخل دي الفرن. اه قال لك بقى نعمل ايه؟ نجيب الكبشي اهي وناخد كده اهو. بصوا بقى كده اهو من ده ونحط على البطه كده اهو. ناخد كده اهو نحط على البطه. ايوه بيرفكت حلو قوي كده اهي. نحميها كده ايه في صوص في صوص البرتقال. يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم. ايه يا ابن عم؟ ايه يا يوسف؟ برتقال. ايوه يا حلاوتك في الجنينه وانت ايه؟ لا كده اخري اصلا. طالع فين؟ اللي انا قلته لك في الغطاء. عارف الغيط؟ لا اكيد يعني انا مش اجنبي يعني. انا بتريق عليك دلوقتي. ندخلها الفرن خمس دقايق بس. مش هنقعدها كتير يا اولاد في الفرن. اهو جو. دي نفس الفكر برضه اهو. رص اهو رص يا اخويا رص. اكمل؟ اه كمل. احنا ولا احنا هنغني بقى دلوقتي. يلا. طب اه انت فكرنا انت عامل ايه كده عشان هسمعك اغنيه حلوه. فكرنا بصوص البرتقال. اه وعملنا راتاتوي اللي هي الخضار او التوري الفرنسي. اه ده عملناه وكده. هندخل الفرن. بيقعد قد ايه في الفرن ده؟ ده ساعه الا ربع. ساعه الا ربع. والبطه هنسيبها خمس دقايق بس. اه مش هي كده جراتان تتشمع. تتشمع. عجبتك كده؟ البطه وهي تتشمع. طيب احنا نسمع دلوقتي اغنيه وبعدين نرجع بعد الاغنيه نعمل ايه؟ هنعمل الاونيون سوب او شوربه البصل. شوربه البصل يا ولد. يا استاذ هتغني ايه؟ هنغني هقول لك انا هقول لك هنغني ايه؟ على انا هختار وانت تغني على طول. احنا دلوقتي عايزين نغني علي صوتك. يلا اوكي كلنا علي صوتك. علي صوتك يلا بينا نسمعها. وكان في فصل بعد الفصل نرجع لكم نكمل مع شيف يوسف. يلا مزيكا. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. ولسه ياما 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 يا عمرنا لازم تقوم واقف كمان النقل باصص للسماء.
عذاب ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلم لابد في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه ممكنه. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه ممكنه. غنوتك وسط الجموع تهز قلبي اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. غنوتك وسط الجموع تهز قلبي اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ينشبك حلمك في حلمي غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه ممكنه. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه ممكنه ممكنه. افا ايوه بقى اربع شارع شريف اربع شارع شريف اربع شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية. هنعمل شوربة البصل بحبها قوي بس هي صعبة جدا. هي خطواتها كتيرة فعلا مملة شوية بس هي تحفة بس تستاهل تستاهل. نقول مقدرة يلا. طيب هنحتاج بصلتين كبار شرايح، مرقة، عود زعتر أخضر، ملح وفلفل، معلقتين زبدة، معلقتين زيت، معلقة دقيق، كوباية صغيرة جبنة موتزاريلا، وكوبايه صغيره عصير تفاح. يلا بينا. يلا هبتدي احط الزبده على النار. وبعدين البصل بتاعي الشرايح. نفس الفكره اللي عملتها ان انا هستنى شويه وبعدين هزود معلقه سكر. طب بس ده نستنى كتير عشان احنا بقى ما فيش وقت فايه. استنى ثانيه واحده عشان عايز اشرحها للناس. ماشي. حطينا ايه؟ زيت وزبده والبصل. اوكي. بنسيبه ربع ساعه. اوكي. وبعدين بضيف معلقه سكر صغيره عشان ياخد الكراميل. ربع ساعه لغايه ما يبقى بني. لما احط السكر بقى هيبقى بني قوي. ماشي. وبعدين هسيبه شويه. وبعدين شيل بقى دي. هيبقى فيها هيبقى بقى ايه؟ هيبقى كده اهو. هنقعد نسيب نقلب فيه لغايه اوريه للكاميرا، اوريه الكاميرا اللي فوق اهي. بص اهي عند اونكل هناك فوق. حلو. هيبقى كده. هيبقى كده. نروح حاطينه بقى في حل. هو ده كده انا سبته لحد ما الكارمل خالص. بعد ما الكارمل بقى بحط عصير تفاح. عيش يا شهاب انا مش اي حاجه برضه. يبقى حطينا ايه؟ حطينا عصير تفاح بعد ما البصل ماشي اتكرمل. العمليه دي خدت تقريبا ساعه. ساعه؟ دي حاجتي. ما هي صعبه شويه. وبعدين معلش عايز اجيب لك وك؟ لا 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 اهي ولا وك ولا توك. انا عايز الناس تشوف هنحط شوربه هنا معلش. هو احنا كده ام بروفيشنال بس مش مشكله. انا عايز الناس تشوف. لا مش مشكله. بعد كده ايه؟ انا بعد ما حطيت عصير التفاح هحط بقى شوربه. المرقه. المرقه نفسها. اوكي. اللي هي بقى اكتر براحتي حسب انا عايز الشوربه قد ايه. اوكي ماشي. وبعدين حطيت عود زعتر اخضر.
ولو عايز انا ازود الشوربه تبقى اتقل شويه بحط معلقه دقيق. انا مش بحبها شفاف. انا مش بحبها تبقى اتقل. فهنسيبها بقى كده نص ساعه. يعني اول مره كانت ساعه. هي بس اي واحده مش طايقه جوزها قولي له خش اعمل شوربه بصل. هسيبها ساعه بقى لحد ما هتلاقي اللون ده يختلط بده وتطلع بقى ونغرفها بقى في وتطلع ونغرفها هنا. ازاي ده؟ عيش بجيبه بشيل اللبابه من جوه. هاتوا لنا العيش ده. بصوا اي عيش اللي هو ده بيبقى ناشف من بره. ناشف اللبابه بنشيلها. بشيلها بس مش بنتهنوا حاجه من جوه. لا 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 خالص والله عشان ما نروح دلقيه في الشوربه. الشوربه وبعد ما بحط الشوربه بحط شويه موتزاريلا. جبنه موتزاريلا ودخلها للفرن دقيقه يا دوبك. يا لهوي على الجمال يا ولاد. ميرسي ميرسي. وبهذه المناسبه هنغني لك اغنيه. يلا بس قول لنا الاول عملت ايه. عملنا دلوقتي شوربة بصل والحاجات اللي هناك دي السفرة يعني كله. طيب بط بصوص البرتقال وعملنا خضار فرنساوي في الفرن وعملنا شوربة بصل في عيش. الله علي. تستاهل كل خير. ميرسي جدا للشيف يوسف أكرم على وجوده معنا النهاردة وعلى السفرة الفرنسية الجميلة. طيب احنا دلوقتي بقى نسمع أغنية عملك ايه حيرتني للراحل حسن الأسمر وبعد كده نرجع لكم في فقرة الورشة. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. الله الله الله. النهارده معانا حاجات غريبه كده مختلفه ومصنوعه من خامه انا مش فاهمها. في الاول انا لما شفت الصور افتكرتها حاجات زي البامبو، بقى كده مسكتها لقيتها حاجه عامله زي الصوف. فهنعرف دلوقتي الضفاير والحاجات المدفره دي معموله من ايه. خليني مره ثانيه ارحب بالديزاينر اللي النهارده مشرفانا ومنورانا، استاذه رانيا احمد، مؤسسه مشروع تايت هاند ميد برودكتس. ايوه. دي ملكه فرعونيه؟ آلهة النسيج. آلهة النسيج. أجدادنا المصريين القدماء كان عندهم آلهة للنسيج. أيوه بالظبط. تخيلي بقى الشطارة، هم كانوا شاطرين قوي جدا. النسيج النسيج يعني من زمان جدا من الحضارة الفرعونية النسيج، وده جه من خلاله كمان الحبال. يعني لو بصيت على الحروف الهيروغليفية هتلاقي كتير قوي من الحروف فيها العقدة بتاعت الحبل وفيها مددولة. شكل الجدلة بتاعت الحبل. فده
اصلا احنا من اوائل الناس اللي استخدمنا الحبال. طب عايز اعرف انت دخلتي في الكارير ده ازاي، عملتي الحاجات دي؟ انت اساسا دارسه ايه، كنت بتشتغلي ايه؟ انا خريجه بزنس ادمنستريشن. اصلا مالهاش علاقه اصلا اداره اعمال. ما اداره اعمال انت عامله اهو. لا ده افشل حاجه عندي ان انا مديره. طب ايه بقى لكن يعني ايه اللي دخل اصلا؟ دي حاجات فنيه قوي. بص انا من بدات من 5 سنين انا يعني كان انا طول عمري بحب الحاجات الهاند ميد، بحب الكرافتس، بحب الحاجات دي. لما الفتره بتاعت الحمل لما حملت شويه كنت قاعده بقى في البيت، فبدات افكر في ان انا طب ليه ما اشتغلش حاجات هاند كرافتس اسلي بيها نفسي بالقعده. فبدات اعمل حاجات اللي هي ريسايكلينج، اعمل حاجات اعاده تدوير لحاجات. بعد ما خلفت بشويه كان عندي بنتي صغيره، فبدانا ان احنا فريده والثانيه لا هي بنت واحده ربنا يخليها فريده دلوقتي 5 سنين هي مع بدايه مشروعي كان من عمرها، فهي بدات ان انا اشوف اكتيفيتيز اعملها معاها، فكانت معظمها من الحاجات الريسايكلينج وازاي نعمل مع بعض حاجات ريسايكلينج، وبالتالي بدات ادي ورش للاطفال في ريسايكلينج. كنت بعلمهم ريسايكلينج للورق. ازاي وطبعا ده برضو من الحضاره الفرعونيه. الورق وازاي الورق البردي اصلا ازاي معمول له ريسايكلينج كده. فبعد شويه انا نفسي اشتغل بخامه واحده، انا عايزه اشتغل شغل بخامه واحده. انا بحب ايه بقى الخامه دي بقى؟ انا ماسكها بس مش فاهم. بص انا بحب الخشب قوي، تمام، بحب ريحه الخشب قوي. كان اقرب حاجه لما مسكتها للخشب كان الحبال دي. الحبال دي اسمها دي حبال؟ وانت فكاها كده؟ لا مش فكاها، هي بتتصنع بطريقه معينه. هي مش حبال عاديه اللي معروفه في السوق، لكن الحبال دي هي الياف. اول مره اشوف حاجه هي الخامه دي الياف طبيعيه اسمها جوت. زي الخيش. زي الخيش بس هي وليها ريحه انعم بكتير. ليها ريحه. انا بقعد اشم في الحبال، انا قعدت سنه اشم في الحبال. ايه البتاعه دي اصلا؟ دي بتاعت سخن ولا دي ايه؟ لا دي وول ارت. دي بتتعلق على الحيطه. دي هتعمل بقى معلقه كولكشن كده شمس. دي بصوا حلوه قوي يعني. نملى بقى الحيطه كده وحاجات كده. بالظبط. الناس كتير قوي بتحب البوهو ديزاين يكون فيه. هي اسمها سن بوهو، يعني بوهو سن وول هانجر. انا فكرتهم في الاول بتوع سخن. لا في كوسترز، الكوسترز او البليس ميتس دي وريهاني كده. البليس مات بتبقى كده. امسكيها كده وريهاني. في منها دي اللي بتتحط. لا بس دي مش بتاعه سخن بقى، دي تتحط عليها الطبق وال دي يعني للاطباق بدل اللي هي للأطباق. اللي هي ماسكاها يا استاذ جوهر حسب الحجم يعني. اللي هي ماسكاها يا استاذ جوهر. ايوه اوكي. حسب الحجم في احجام طبعا، ده حجم للطبق التقديم، لكن في احجام تانية للحاجات السخنه تحافظ على درجه الحراره بتاعتها. طيب وهنا في قدامي انا في سجاده. سجاده اوكي. دي معموله دي كلها بالايد معموله. اه. طب انت بقى بتعمليهم دوائر دوائر وبعدين بتشبكيهم في بعض بايه؟ ده تكنيك بقى يا شريف. مش عايزه تقول السر. التكنيكس انا قعدت 3 سنين عشان اعرف اعمل التكنيك بتاع ال هي ظهرها لونه مختلف عن وشها؟ يعني شويه مصفر شويه. هي ممكن تتحط مره كده مره كده. اه بالظبط. يعني ظهرها برضو الفينشنج بتاعك من كتر ما هو حلو، فانا مش عارف الظهر من الوش. ثانك يو يا شريف. ودي حاجه تحسب لك طبعا. دي سجاده ممكن. ف طب وايه دول؟ اول دور دول برضو بيتعلقوا على الحيطه؟ دول ال دي اسمها كارت ويل سات. دي سات مع بعضها الثلاثه مع بعض. دي كارت ويل. اهي برضو يتعلقوا على الحيطه يعملوا شكل بقى. والحلو ان انت يعني في حاجات ملونها وحاجات مش ملونها. انا افضل هي حسب الخامه. بص يا شريف هي دي الفكره. الله. ودول اللي بيتعلقوا برضو على الحيطه. دي بتتعلق على الحيطه وكمان برضو يعتبر بلاسمات بيتحط فيه الطبق. بيتحط فيه غير في البايركس والحاجات. ايوه بالظبط. بصوا تحطوا فيها الطبق. ما عندناش الطبق. انا احطه. استنوا اهو اللي هو كان عامله دلوقتي اهو. يا سلام ده جه مقاس الطبق بالظبط. بالظبط. ما هي بتبقى مقاسات معينه اهو. بصوا 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 اهي الفكره تبقى كده اهو. بصوا المنظر اهي كده اهو. حلوه قوي قوي قوي. طيب استني هقول لك ايه. الشنط بقى اللي هناك دي شنط برضو. احنا بنشتغل بكذا خامه يعني. الخامه اللي احنا اتكلمنا عليها دي الجوت. الايه؟ دي الجوت الالياف الطبيعيه. دي الخامه اللي هي شويه بوهو ستايل كونتري ستايل. امال دول ايه بقى الاوفر؟ دول زي القفه كده. دي حلوين قوي. دي بيتش باج او للبحر. حاجه للسفر وكل حاجه. للسفر وكل حاجه وباسكت كمان يعني سله يعني. بتحط لاندري باسكت. زي للغسيل. بالظبط. ده حرير في قطن. حرير معالج. دي ناعمه قوي.
معالج تحفه. والحاجات دي القطن طبيعي مصري 100%. يتغسلوا؟ طبعا بيدخلوا كلهم، كل الماتيريالز عندي بتتغسل بتتحط في الغساله. الله دي بس جوت. دي مش حرير بقى؟ لا دي جوت حلوه بشكل ثانك يو، ومدخله فيها اللون الاحمر وهنا الاسود. لا جمال ميرسي. ودي تجنن. ويتش ون؟ ايه دي؟ دي البوله. دي بتاعت ايه دي؟ هي باول دي من اكتر حاجات. عارفه دي انا احط فيها ايه؟ قصريه الزرع، احط جواها الزرعه وتبقى طالعه منها الزرعه. لازم تاخدها. ها؟ انت لازم تاخدها والله بجد هتبقى تحفه. لا ال- 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 الافكار كلها حلوه، ودولت برضو للسفره. طب نزلنا بقى الفيسبوك والانستجرام عشان نعملها دعايه للصناعه الحلوه اللي هي عاملاها دي لحاجات تجنن. وايه السجاده دي؟ السجاده دي سجاده. ولو الشراشيب بتاعتها دي كروشيه؟ لا مكرميه. تحفة. بصوا الشراشيب يا أولاد، شراشيب السجادة فيها شوق يعني، مشغولة ليها شكل. بس انت عندك ناس عاملة الحاجات دي ولا انت عاملة كل ده بإيديك؟ احنا في معايا في الورشة بتاعتي في اتنين اوريدي معايا، سهى وإيمي. يا سهى ويا إيمي شاطرين. أنا بحبهم قوي. برافو عليكم. لا هم شاطرين فعلا فعلا شاطرين جدا. انا يمكن يعني قعدت فترة كده شوية على ما بدأت أشتغل فعلا بروفيشنال، يعني قعدت سنة أدرس بس الحبال وإيه الخامة بتاعتي وإزاي أطور الخامة، لأن هنا في مصر الصناعة دي مش موجودة. يعني موجود إن إحنا حبال لكن مش موجودة اللي تخليني أشتغل بيها توظيفها بالطريقة دي بالظبط كده. حلوة قوي. فلازم أشتغل عليها كديزاينر، إن أنا في نفس الوقت أعمل ديزاين للحبل نفسه، للخامة اللي أنا بشتغل بيها. حلوين. فلا يعني قعدنا فترة طويلة. لا لكن لا بصي برافو عليكي بصراحة. أنت بتصدري الحاجات دي؟ لسه التصدير. يا رب تصدري. أنت عندك مكان أو حاجة؟ إحنا عندنا الورشة بتاعتنا لسه ما عندناش الشو روم. يعني بتبيعي الحاجات على الفيسبوك بس؟ إحنا انستجرام فيسبوك ويب سايت. وعندنا فري ريتيرن لو يعني حد عنده أي مشكلة في أي حاجة. مشكلة إيه هتبقى؟ ده الحاجات زي الفل. مشكلة إيه؟ أنا الحمد لله أنا بتبص إحنا عندنا هنا كاتبة Thank you for supporting us. You are awesome. الله بتدلعي اللي بيشتري من عندك. لا بجد فعلا الكاستمرز انا ما كنتش متخيله ان العملاء اللي بيشتروا هيبقوا سو نايس كده. ازاي الناس بجد بس عايزه اقول لك جمال. اللي هيفهم الحاجات دي ويقدرها ناس معينه بالزبط. خلي بالك هيبقوا مقدرين الصناعه، هيبقوا مقدرين الحاجه المعموله بالايد وذوق حلو. بالظبط. انت فاهمه قصدي؟ هم فعلا ذوقهم حلو جدا. فبشكر الناس اللي بيشجعوكي والناس اللي بيشتروا المنتجات الحلوه دي بيشجعوكي. انت وسهى مين؟ انا وسهى ايمي، ومعانا طبعا فريق ماركتنج بقيه الناس كلها. ايوه بالظبط. انت شرفتي ونورتي. ثانك يو. الحاجات حلوه جدا 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 وريحتها حلوه، تحسوا ان احنا قاعدين في غابه او في حاجه كده، في ريحه نيتشر ريحه الطبيعه طالعه من حاجه استاذه رانيا احمد مؤسسه مشروع تايت اللي حتى هتخشوا لها على صفحتها على الفيسبوك والانستجرام اللي حطيناهم دلوقتي، تسالوها بقى على الاسعار، واسعارها مناسبه جدا هتلاقوها. لو في حد شايفنا دلوقتي خارج مصر وعايز يعمل طلبيات تصدير هي ممكن تلبي الطلبيات دي وتعمل طلبيات. لا انا في حاجه لازم اشوفها معلش قبل ما انهي. سوري يا جوهر، هو ايه دول؟ دول عيشات. عشان العيش. الله. وبصوا عامله فوق البتاع خشب. دول البيست سيلينج عندي. دولت؟ طبعا. ده حلوين بشكل. نورتيني وشرفتيني. انا ممكن امنشن حاجه؟ منشني اللي انت عايزاه. منشن احنا بنشتغل مع شركات اوريدي، شركات يعني بي تو بي، مش بس كاستمر عاديين، فممكن امنشن ده يعني. اسامي شركات؟ لا مش اسامي شركات. لا ان احنا بنعمل اوريدي الحاجات اسمها ايه اللي هي طلبيات لشركات. طلبيات لشركات جيفت واي. الاوتيلات ممكن بالظبط. انا عندي اوتيلات النايل كروزز يستخدموا حاجتك، التصدير، مطاعم ممكن تحط حاجات زي كده. انت ممكن كمان تقولي بديكور، تعملي ديكور بالزبط. لمكان تعملي باللايتنج بالحاجات دي. ويدنج بلانرز. ويدنج بلانرز بالظبط. الافراح ما دول اوريدي احنا بنتعامل معاهم. يعني هي حاجتها في الحقيقه مش منحصره في حاجه بسيطه، لا الفرشه زي ما نقول كده، فرشه المنتجات بتاعتها واسعه جدا، ممكن تعمل حاجات كتيره ومختلفه، صح كده؟ عملت لك دعايه اهو. ميرسي جدا. نورتينا عشان تستاهلي، عشان احنا بنشجع الصناعه المصريه والناس اللي بيبتكروا ويطلعوا خارج الصندوق. بشكرك مره ثانيه. خلونا ناخد فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم ونتكلم عن العنايه بالشعر وتساقط الشعر مع خبيره التجميل استاذه ميرا شريف. خليكم معانا لو سمحتوا. شكرا. أربعة شرع شريف.
رجعنا لكم مرة تانية. تساقط الشعر مشكلة مش عند البنات والستات بس خالص، عند الرجال والشباب كمان. هنقول لكم علاج لتساقط الشعر بطرق سهلة جدا واقتصادية جدا ممكن تعملوها في البيت. ومرة تانية خلونا نرحب بميرا شريف خبيرة التجميل. أهلا وسهلا. أهلا وحشتينا. الأخبار الحمد لله. كله حلو؟ كله حلو. ميرسي على الحلقة اللي فاتت كانت ناجحة جدا زي مرسي. كل فقراتك في الحقيقة. ميرسي. إيه أسباب تساقط الشعر؟ بص، في أسباب وراثية، في أسباب ليها علاقة بفقر الدم الأنيميا أو الحديد، في أسباب تانية الغدد الدرقية. فالثلاث حاجات دول دكتور مش إحنا خالص. ما عنديش بقى مشكلة في الثلاث حاجات دول، عندي بقى مشكلة برة أنا أقدر أعالجها. إنما طول ما أنا عندي غدة درقية فيها مشكلة مهما عملت ومهما حطيت مش هتتحل، لازم أعالج الأول المشكلة اللي عندي. أوكي. فده رقم واحد. ده رقم واحد. ما عنديش بقى حاجه من دول، خلاص انا تمام، هقدر بقى ان انا اغذي شعري كويس، اشرب ميه كتير، اكل فاكهه، اكل خضار عشان خاطر شعري ما يقعش. في ازمه تانية برضو في الفصول، يعني احنا داخلين على الخريف مثلا. طب انا بتقولي يا خريف، دايما بحس ان الشعر تساقط الشعر مرتبط بالضوافر، يعني لو الشعر باظ تحس ان الضوافر بعافيه، وهتلاقي البشره كمان، البشره الضوافر الشعر كل ده مرتبط ببعض. صح صح صح. اوكي. طب ايه انت قلتي بقى احنا داخلين على الخريف بالظبط، فهنلاقي الشعر تساقط بيزيد. ما تتخضوش، ده طبيعي، يعني ده طبيعي ما فيهوش اي مشكله. المشكله بقى ان انا مثلا لو حد بيقول لي انا شعري بيقع، طب عرفتي منين ان هو بيقع؟ بتصحي مثلا على المخده بتلاقي شعرك واقع كتير، اقول لك ده انت كده عندك تساقط. انما الطبيعي ان احنا يوميا من 100 ل 150 شعرايه بيقع، فده عادي. انا كده بحس بيهم، مش هتحس بيهم، ممكن تلاقي شويه في الفرشه، شويه بمسك شعر. في ناس تلاقيه عمل كده ويعمل كده في شعر يبقى في مشكله. شعر أعتقد. ولا خصله؟ لا مش خصله، بس شويه شعر مش قليلين يعني. او كل يوم بننظف المشط ونسرح تلاقي في شعر بيبقى في المشط كتير. عادي. ده عادي، لازم يقع عشان يطلع جديد، ده عادي. طب انا عايز اسالك سؤال، الشعر برضو لما بيقع، لما الواحد بيمسك الشعرايه بتاعته بيحس انها لا مش طبيعيه جدرها؟ لا هي لونها مش طبيعي وشكلها مش طبيعي، شعرها شاخت، شعرها خلاص. يعني كل يعني ما هو الشعر بيشيخ يقع بيطلع جديد. فده طبيعي بقى. ده طبيعي. اوكي. طيب انا كده فهمت. طب نعمل ايه بقى؟ وهل الستات ليهم حاجات والرجاله ليهم حاجات ولا ايه النظام؟ ما هو الرجاله يعني بص، الرجاله لو عنده صلع وراثي برده ده مش هيبقى بحاجات طبيعيه، ده دكتور برضو. انما الستات لو ما عندهاش اي مشكله من الحاجات دي هقول لها اهتمي شويه، انك لازم تعملي مثلا حمام زيت مره كل اسبوع، ده لازم اعمليه روتين في حياتك. الشامبوهات اللي هتستعمليها ما يبقاش فيها صوديوم سلفيت. صوديوم سلفيت دي ماده بتستعمل في منظفات الغسيل، في منظفات الاطباق. طب هتوقف عند الشامبو، قولي لنا ازاي نختار الشامبو ونغسل شعرنا كم مره في الاسبوع بالشامبو، لان دي حاجه مهمه قوي ليها علاقه بقى. طبعا. وهل الشامبو اللي بيرغي كويس ولا الشامبو اللي مش بيرغي كويس؟ يعني انا جايب شامبو ما بيرغيش خالص تقريبا. ده حلو جدا، يعني مفيش رغوه بتطلع. ده حلو جدا. هو هايل بصراحه. فقولي لنا ازاي نختار الشامبو، بنعرفه واحنا بنشتريه من الصيدليه او السوبر ماركت. اوكي. ونستخدمه كل قد ايه؟ اوكي. غسيل الشعر اصلا من مره لماكسيمم مرتين في الاسبوع. ده ماكسيمم. ده ماكسيمم. حتى الشعر الدهني؟ ده ماكسيمم. عايز اقول لك ان الشعر الدهني دوت كل ما تغسله اكتر كل ما بتزود القشره فيه اكتر. يعني ده مش صح. الشامبو اختاره ازاي؟ ما يبقاش فيه ماده تبقى مكتوبه ورا كده في الانجريدينتس صوديوم سلفيت، دي انا اخد الشامبو ده ارميه على طول ما افكرش اشتريه. اخد الشامبوهات اللي مايله للحاجات الطبيعيه اكتر، اللي ما بترغيش كتير واللي ما فيهاش ريحه قوي. مش شرط، انا ممكن احط زيت عطري مثلا توت او تفاح او فراوله، ده شيء عادي وتبقى ريحته حلوه. فده عادي. انت بتعملي شامبو؟ بعمل شامبو. نزلوا لنا برده الفيسبوك والانستجرام الخاص بيها، لان ممكن تلاقوا عندها بعض المنتجات اللي هي بتعملها حلوه قوي بصراحه. انا جربتها يعني، مش كنت بكلم على الشامبو اللي ما بيرغيش بتاعها. طيب وبعدين فاحنا كده نختار. في بقى ايه الشامبو نحطه على ايدينا ونحطه على الشعر على طول، ولا ندوبه في شويه ميه ونحطه على الشعر ونسيبه قد ايه في الشعر؟ يعني نكمل بقيه نستحمى بقيه جسمنا وهو كل ده على الشعر، الشامبو في الاخر كله ننزله مع بعض ولا ايه؟ لا بص، الشامبو وظيفته ايه؟ ان انا بنضف فروه راسي. يعني انا ما اجيبش الشامبو هحطه على ايدي، ما احطوش بقى كده اهو، احطه في جذور شعري واعمل مساج كده باطراف صوابعي انضف شعري بيها. كده كده اوريدي لما بنزل الميه هينزل على الشعر. انما انا بقى ان انا امسك الشعر بقى واقعد بس ما يجيبوش بقى ست شعرهم ويجيبوا الشامبو يقعدوا يعملوا كده. غلط جدا، كل ده غلط جدا. الشعر اصلا هم بيقولوا بيبقى ضعيف جدا. يعني الشامبو مينلي معمول لفروه الراس مش بالزبط. للشعر بالظبط. هو ايه اللي بيوسخ اصلا الشعر؟ الدهون اللي بتفرزها فروه الراس. انا هغسل بقى الدهون دي واوريدي الشامبو هينزل على بقيه شعري. مش لازم بقى ادعكه وامسكه واقطعه. فهمت. طيب
البلسم ليه علاقه بتساقط الشعر؟ البلسم لو حطيته على فروه راسي هيوقع لي شعري لانه هيعمل قشره والقشره عكس الشامبو بالظبط. يعني البلسم يتحط على الشعر هسيب 2 سم من فروه راسي وابتدي احط من تحت. اوكي ما اجيبش اي كريم او اي بلسم او اي سيرم ما احطوش على فروه الراس. طيب طريقه تسريح الشعر ليها علاقه بتساقط الشعر؟ يعني انا وانا بسرح شعري نوعيه الفرشه او المشط ايه الخامه بتاعتهم ونسرح شعرنا وهو مبلول وهو ناشف؟ بص انا استحميت دلوقتي. لا بالعكس اصل ناس كتير قوي بتسال عن الموضوع ده. انا استحميت دلوقتي اول ما اخرج من الحمام هجيب تيشرت قطن، تيشرت قطن اللي بنلبسهم هلف شعري بيه. اولا ده مش هيخلي شعري هايش ومقصف، هستنى عليه ربع ساعه تلت ساعه هيبقى الميه اللي في شعري الكتيره دي قلت شويه، هبتدي اسرح من تحت بفرشه خشب من تحت الاول اسلك ده وبعدين اخد من فوق. أوكي. عشان الشعر بيبقى ضعيف جدا وهو مبلول. طيب البنات وسيدات المحجبات لما لان في كتير برضه منهم بيعانوا من تساقط الشعر بالظبط، ده هل لان هم ما بيستحموا بيبقى شعرهم لسه مبلول يلبسوا الطرحه او الحجاب على طول وينزلوا؟ طبعا. فيعملوا ايه؟ طبعا لا ما تنزليش ابدا وشعرك مبلول تحت الطرحه خالص. اولا الماتيريال بتاعت الاشارب كمان ممكن ما تبقاش قطن فده يضر اكتر. طب خلينا نخش برضو في النقطه دي. نوعيه الحجاب الطرحه اللي بيلبسوها او الباندانه اللي بيحطوها يختاروها ازاي عشان ما تسببش تساقط شعر؟ قطن تلبسي قبل الاشارب فندانه قطن. القطن ده مش هيخلي في ماتيريال زي اللي بتبقى الياف صناعيه او حاجات صناعيه دي بتعمل كهرباء اصلا في الشعر، الشعر هيقع. فانت يا اما لو مش قادره ان انت تنزلي وشعرك ناشف ونازله وشعرك مبلول البسي فندانه قطن. اوكي عشان تحافظ على الشعر. بالظبط. طيب عايزه نعمل ماسكات دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ بعد الفاصل. طب احنا هنسمعك اغنيه. اوكي. احنا هنسمعك اغنيه لذيذه. اوكي. وبعد كده ناخد فاصل ونرجع. هنعمل ايه بقى اما نرجع؟ هنعمل 3 ماسكات للشعر للتساقط وفي نفس الوقت تريان للشعر. اوكي ده رجاله وستات وكل كله اللي عايز يستعمله يستعمله راجل او ست. راجل او ست. اوكي. طيب خلينا ناخد نسمع اغنيه وهنسمع اغنيه الطله للفنان النجم محمد المازم وبعديها ناخد فاصل ونرجع نعمل لكم الماسكات اللي ممكن تعملوها في البيت للشعر. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. اهلا والله بهالطله اشتقنا لعيونك والله عذبنا فراقك يا الغالي خاف الله فينا خاف الله خاف الله فينا خاف الله. اهلا والله بهالطله اشتقنا لعيونك والله عذبنا فراقك يا الغالي خاف الله فينا خاف الله خاف الله فينا خاف الله. لفراقك ننساك ونرجع نشتاقك ما دمنا بحبك عشاقك نتمنى بس شوفك والله نشتاق ونتعب لفراقك ننساك ونرجع نشتاقك ما دمنا بحبك عشاقك نتمنى بس شوفك والله. اهلا والله بهالطلة الله اشتقنا لعيونك والله عذبنا فراقك يا الغالي خاف الله فينا خاف الله خاف الله فينا خاف الله. يا اهلا والله بهالطلة الله والله عذبنا فراقك يا الغالي خاف الله فينا خاف الله خاف الله فينا خاف الله. أيوة أربعة شارع شريف أربعة شارع لكم مره ثانيه. بنتكلم عن تساقط الشعر وقلنا اسبابه وقلنا طرق ان احنا نحافظ على الشعر ازاي ونقي الشامبو والبلسم ونسرح شعرنا ازاي والكلام ده كله. هنعمل دلوقتي الماسكات، بس قبل ما نعمل الماسكات خلوني مره ثانيه طبعا ارحب بضيفتي وهي ما بقتش ضيفه، هي من واحده من سكان الشارع، ميرا شريف خبيره التجميل. هنعمل دلوقتي الماسكات، بس خليني اسالك سؤال برضو. الصبغه، البروتين، الكيراتين، السشوار،
البيبيليس. زعلت، قلت خمس حاجات زعلوني. الخمسه الحلوين دول زعلوني. الخمسه الحلوين دول هبتدي بالسشوار. بص، السشوار ما عملوش شعر مبلول قوي، وياريت اقلل منه اصلا. يعني يعني انا ما بحبش الهيت على الشعر كتير بالذات. الصبغه مرفوضه بامونيا. اوكي، مرفوضة. الحنه احسن بكتير. أوكي. بتغذي وبتعالج التساقط. ساعات عشان يسودوا الشعر قوي بالحنه بيحطوا حاجه زي باودر اسود كده، مش شاي، زي حاجه عامله زي الفحم كده، مش عارف ده ايه. بص انا ممكن احط عليها اي حاجه طبيعيه، أي حاجة احط طبيعية. عليها كركديه، احط عليها شاي، اي حاجه طبيعيه مش هتضرني. انما صبغه بامونيا مرفوضه. طيب قلنا سشوار نستخدمه زي الصبغه بالامونيا مرفوضه. البيبيليس زي السشوار بالظبط، احاول اقلل منها عشان خاطر اقدر اعالج شعري. خشي لي بقى على البروتين والكرياتين والحاجات دي. مرفوض بقى ده تماما تماما تماما. تمام. انا بحط كيميكلز غير طبيعيه في شعري، بدليل ان اللي بتيجي تعمل شعرها كده بتقولي انا شعري وقع جدا، وكمان اللي طالع جديد طالع وحش جدا. طبيعي. طب انا بقى لازم اقول حاجه. ما هو المذيع مننا ممكن يغلط. صح. طبعا. فاحنا انا اعتذر ان انا في فتره من الفترات كنت بتكلم على البروتين والكرياتين، وكنت لان ما كنتش لسه عارف في الحقيقه، وكنت بستضيف بعض الناس اللي بيصنعوا البروتين او الكرياتين او بيستوردوا المواد دي ويعملوها على الشعر، وكانت الفقره بتبقى تجاريه يعني مدفوعه الاجر. كانوا الضيوف دولت بيبقوا دافعين فلوس عشان يطلعوا في البرنامج عشان يعلنوا عن منتجاتهم، وانا استخدمت بعض هذه المنتجات في الحقيقه برضو عشان انا بحب اتكلم بمنتهى الامانه. ما ضرت ليش شعري قوي، بس عرفت ناس تانية حصل لهم أضرار فظيعة في شعرهم. فأنا بعتذر على الفقرات دي، ودي تعلم المذيع إن هو بعد كده قبل ما يعلن عن حاجة. وانتوا لو تلاحظوا من ساعة ما ابتدينا هنا في قناة الحياة في 4 شارع شريف، أنا ولا مرة تقريبا استضفت حد اتكلم عن البروتين أو الكرياتين، أو حتى لما بيجولنا فقرات إعلانية مدفوعة الأجر هيدفعوا فلوس كتيرة للقناة علشان يطلعوا معنا بمنتجاتهم، انا بارفض. والقناه بتحترم رايي وبتقول خلاص لما مدام شريف شايف دي وجهه نظر، ويبقى مش هينفع تبقى فقره دعائيه لمنتج هو مش مقتنع بيه. فبشكر قناه الحياه على كده، وبعتذر مره تانية على الفقرات اللي انا قبل كده عملتها ليها علاقه بالبروتين والكرياتين، ودي من الامانه ان اقول كده. لا يعني برافو. طيب تعالي بقى نعمل ماسكات. يلا بينا. يلا. طيب انا هبتدي بماسك كده ممكن الناس تستغربني شويه، ده عرق أسوس. اوه اوكي. لو الناس تعرف فوائد العرق أسوس لعلاج التساقط الشعر، وكمان الاضرار الناتجه عن السشوار والبيبيليس اللي انت بتقول عليهم، مش هيبطلوا يستعملوه. وده زبادي. انا هاخد الاول الزبادي، اخد بس البوله دي. معلش. هاخد البوله دي. انت عايزاه كله. ناخد زبادي. هاخد 3 معالق من الزبادي. اوكي، هجيب لك حاجه لذيذه. ممكن تضربيه بده؟ اوكي. خدنا 3 معالق زبادي. واخد العرق أسوس زي ما هو كده مطحون كده. اوكي. هاخد منهم معلقه واحده بس. ونضرب. وهنقلبهم، بس هحط عليهم حاجه كمان. هحط عليهم فيتامين اي. فيتامين اي ده نجيبه ازاي؟ فيتامين ده هو عندي انا بصراحه. يعني بس هو ممكن يتجاب من اي حد بتاع تجميل برضو. اوكي. هاخد 5 نقط بالظبط. 5 نقط فيتامين اي. ثانية واحدة. اوكي، يبقى حطينا زبادي وايه؟ وعرق أسوس مطحون و5 نقط فيتامين اي. اوكي ماشي. الماسك ده ممكن احطه من الجذور للاطراف، مفيش اي مشكلة. هو أوكي. هيبقى شكله عامل كده بالظبط. اوكي. لمدة قد ايه وكم مرة في الأسبوع؟ أقعد بيه ساعة. اوكي. وأعمله مرة في الأسبوع. ماشي. وادعك قوي فروه راسي عشان خاطر انا عايزه الفروه تشرب العرق أسوس اللي فيه. اوكي ماشي. ده ماسك. اول ماسك. اوكي، خش لنا على التاني. الماسك ده رجاله وستات وكده؟ عادي جدا. أوكي. والماسك الجاي ده برده رجاله وستات. بس ده بقى هعمله مره واحده في الشهر، ما ينفعش اعمله اكتر من كده. مره واحده في الشهر بالظبط. ده أوكي. هجيب كوبايه ميه عادي جدا، ميه من الحنفيه عاديه جدا. وهحط عليها ربع معلقه، ربع كوبايه خل التفاح. اوكي كده. وهمزجه بس ببعضه، وهحطه في بخاخه، اي بخاخه عندي فاضيه، وارش في فروه راسي كويس جدا، فروه الراس بس. اوكي. واعمله مره في الشهر، واقعد بيه 5 دقائق واغسله بالشامبو عادي. ميه عليها؟
خل كوباية مية عليها ربع كوباية خل التفاح، أحط في بخاخة في فروة راسي وهقعد دي خمس دقايق مش اكتر من خمس دقايق واغسله بالشامبو. ده هيدي لمعة. ده كمان خل التفاح بيعادل الـ الـ الاحماض القلوية في فروة الراس. اوكي. فبالتالي لو في اي عدوى اي قشر اي حاجة هتروح تماما. يبقى دي كده عملنا ماسكين. تالت؟ ماسك بقى التالت ده هو مش ماسك، هو زي حمام زيت مغذي لفروة الراس وبصيلات الشعر. اوكي. ده هجيب اول حاجة زيت سمسم. معلقة زيت سمسم، هو كله هيبقى معلقة بالتساوي. معلقة زيت جرجير. اوكي. زيت سمسم وزيت جرجير. اوكي. ومعاهم معلقة تانية زيت خروع. معلقة كبيرة؟ زي حاولين بالظبط كده. اوكي. ومعلقة بقى زيت يقطين. ده ايه ده؟ الناس اللي ما تعرفش زيت اليقطين، زيت قرع العسل. قرع العسل ده مفيد قوي 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 برضو للشعر. اوكي. يبقى حطينا ايه من الاول؟ حطينا يقطين، خروع، جرجير، سمسم. هقلبهم كويس عشان يتمسكوا كلهم في بعض. حبيبي ده؟ طيب اوكي. المضارب دي احسن اصلا. هيتمسكوا كلهم في بعض كده، وهجيب ازازه عندي تبقى غامقه، لو انا عايزه احتفظ بيه يقعد عندي. غامقه؟ عشان الزيت ما يتاكسدش. غامقه؟ أو ازازه ولا فيها بالمنيوم فويل؟ لا بلاش، خليها ازازه غامقه، الازازه البني الغامقه دي. ماشي. وبعده عن الضوء اهم حاجه. اوكي. وهحطه برده في فروه راسي. كم مره؟ مره واحده في الاسبوع، واقعد بيه ساعتين قبل الشاور، وبعدين اغسل شعري بالشامبو، يا ريت برده الشامبو يبقى من غير صوديوم سلفيت. طيب احكي لنا كده من اول ماسك ماسك. طيب احنا عملنا اول حاجه الزبادي. حطينا 3 معالق زبادي ومعلقه واحده عرق صوص مطحون، وحطينا عليهم 5 نقط فيتامين اي. ده اول واحد اللي هنعمله كحمام لفروه الراس وللشعر. تاني واحد عملنا كوبايه من الميه عليها ربع كوبايه خل التفاح، ده هحطه 5 دقائق بس وهعمله مره واحده في الشهر. اخر حاجه حمام الزيت اللي هو زيت السمسم واليقطين والخروع والجرجير، وبرده فروه الراس بس هقعد بيه ساعتين. اوكي. واغسله. اوكي. كده عملنا الماسكات. انت النهارده قلت لي حاجات كثيره ما كانتش على بالي. العرق سوس مثلا. العرق سوس. وفي الاول قلتي حاجه، موضوع غسيل الشعر بالشامبو مرتين في الاسبوع ماكسيمم. انا دي خضتني. تمشي كده اكيد شكلك. لا انا بغسل شعري كل يوم بالشامبو. غلط جدا، اكيد شعرك دهني اكتر يعني اكيد. بس ما عنديش قشره، ما بيطلعليش، عمري ما جالي قشره في حياتي في شعري. بس انا شعري دهني جدا. انا مش متخيل ان انا اقعد 48 ساعه تغسلش شعرك. ما اغسلش شعري بالشامبو. الدهون اللي شعرك اللي فروه الراس بتاعتك بتفرزها دي مفيده جدا جدا للشعر. أنا عارف جدا. فمش مشكله اقعد يومين شعري كده، ايه المشكله؟ ما انا شعري بيستفاد. اوكي. هجرب اعمل ده. جرب اعمل كده هتتبسط والله. طيب الطريقه اللي بننشف بيها شعرنا انت قلتي برده حاجه ثانيه، مش بالفوطه، انت قلتي تيشرت قطن. أو فوطة مايكرو فايبر. دولت مش موجودين اصلا قوي. بيبقى موجودين جدا كتير دلوقتي. والله؟ اوكي. ما عنديش، اخد تيشرت قطن. اوكي. طب انا مثلا راجل شعري قصير، لما باجي انشفه بجيب الفوطه بروح اعمل كده كده كده. ايه ليه بتعمل إيه؟ كده؟ هو حط الفوطه هو اصلا واسيبه كده مبلول. هيشرب ده في 5 دقايق هيشرب، ان شعرك كمان قصير فخلاص. طب والستات يعني انت بتعملي ايه؟ انا بقى بالتيشرت قطن بلفه كده واقعد بيه تلت ساعه. اول ما شعري ما يكمكمش خالص خالص، بالعكس بطلع بقى شعري ما فيش الشعر اللي هو. طب احنا قلنا المحجبات مش المفروض ينزلوا شعرهم مبلول عشان ما يكمكمش ويقع. لا ما المفروض مش صح ان انا اعمل كده، بس لو انا مضطره قوي ان انا هنزل وشعري مبلول البس بقى فندانه قطن. لا طب انت دلوقتي لما معلش عشان في حته انا مش فاهمها. انت دلوقتي مشاعرك مبلول مش بتنشفيه زي ما احنا كده، بتلفيه وتقعدي تلت ساعه وبعد كده وبعد كده بقى بسرح شعري عادي. يعني بعد كده بيتصرح. اللي انا عايزاه تفيره بقى اسرحه التسريحه اللي انا عايزاه. طب انت برضو في حاجه قلتيها كده في نص الكلام، سيرم. هو في سيرم للشعر؟ انا فاكر ان سيرم بس للشعر. لا طبعا في سيرم للشعر. ده بيعمل ايه ده؟ بيبقى سيرم عشان الهيشان والتقصب، بيبقى حاجه لايت يعني خفيفه جدا جدا على الشعرايه، ده يمكن بيبقى احسن من الكريم كمان. طب تعالي نتكلم معلش بقى على الرجاله شويه. أوكي. دلوقتي الرجال كتير الشباب بيحطوا جل. وفي يا اما جل يا اما موس، بالموس ما بقاش حد يحطه. وفي بيحطوا الواكس اللي هو زي الشمع ده. مين احسن؟
لو جيت سالتني اقول لك البديل بتاع الجل بذر الكتان. ايه بذر الكتان ده؟ حبوب عامله زي السمسم كده، باخدها بغليها على النار هي لوحدها، لما بتتغلي مع كوبايه ميه طبعا بتعمل جل، بيبقى قوامها عامل زي الجل. واصفيها، اصفيها كمان ليها طريقه، يعني اجيب شراب فيليه فوال كده احطه فيها وافضل انزل الجل ده، بقى عندي جل طبيعي هيعمل نفس وظايف الجل من الاول. بشويش بالاول هجيب ايه؟ هجيب 3 معالق بذر الكتان. بذر الكتان 3 مطحونين ولا ايه؟ سمسم لونه بني كده، مش مطحونين. لا حلو. مش مطحون، هو حبوب. 3 معالق بذر الكتان ونغليهم في ميه، كوبايه ميه، كوبايه ميه، وافضل اقلب طول ما هو بيتغلي عشان ما يلزقش بس في اللي انا بعمل فيه. ماشي. هيعمل جل، اول ما الاقي القوام ده خلاص بقى جل معايا هاخده اصفيه في شراب، شراب فوال، انزل بقى الجل شراب فوال عشان الناس بس تبقى فاهمه، لا الشرابات الحريمي هتبقى شراب قديم مش مستخدم او كده، هناخده هنعمله زي مصفى بالزبط. هنصفي فيه الجل ده، هينزل الجل وهيبقى الحبوب في الشراب ونرميها. ده خلاص كده هناخد الجل بقى. ده يقعد قد ايه عشان يبوظ؟ لا ده هو اخره يومين في التلاجة. في التلاجة اوكي. طب ده فكرة فظيعة، حلو جدا ومغذي جدا جدا. هيعمل بقى نفس هيعمل الشعر الجل ثابت ومثبت، وحتى الديفاين ده كل حاجة. مش اللون، سوري، اللمعة بتاعت الجل بالظبط، هيدي اللمعة واللي هو التخصيلة اللي بتبقى في الجل دي. دي فكرة حلوة قوي وجديدة، انا بشكرك. شرفتيني ونورتيني. نشوفك دايما عندنا ان شاء الله في 4 شارع شريف. بشكر ميرا شريف خبيرة التجميل على وجودها معانا النهارده. يا رب تكون حلقة النهارده يوم الحد اتبسطتوا عندنا فيها في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.